السلام عليكم. طيب سيد الشيخ أسامة، الحاجة اللي اتفقنا عليها هتدخل من عندك تاخد حقك وتخزن لي حقي بمعرفتك لحد ما اقولك تبعتولي امتى وفين. والتسليم فين وامتى يا اخ شكري؟ حددلك الميعاد قبلها، بس خليك جاهز دايما. انا جاهز ورجالتي كمان جاهزين في اي وقت. انا هو انت مش هتحضر التسليم ولا يا اخ شكري؟ لا انا ما بحضرش تسليم بضاعة، اللي بيحضر هو رؤوف وهيجي لك قبل الميعاد. معلش بقى، اول عمليه مع بعض وبعد كده هنتعود، ما تقلقش. على بركه الله.